هز الميكرو في دوزيام وفي الرباط في شي حاجه عطاه ولا كيدير كل شيء. خطيره المساله، دي مساله خطيره، ان واحد جيل واحد مجموعه ديال الشباب دراري صغار ما عندهمش تكوين، ما عندهم حتى شي حاجه، يلا كيعرفوا يقولوا النكت وتعطيهم انهم يديروا مسلسلات ويديروا دي سيت كوم ويديروا برامج، راه مساله خطيره. اذا الفن مات، قتلوه. ولا حتى راه الشعب المغربي راه تشكى من هذه القضيه، وكاينه في اليوتيوب بلا ما نكونوا كنكذبوا، ساخطين على التلفزيون، ساخطين على هذا الشيء اللي كيدوز دابا في الاذاعات، ساخطين بالسخط ديال بصح. غير هما ما عارفينش كيفاش يحاربوا هذا الشيء. كيمشي كيتفرج كيزابي كيتفرج كيقول لك هذا الشيء خايب وكيحيد، ولكن ملي كيقول هذا الشيء خايب راه كيتحسب بانه تفرج. وملي كيتحسب بانه تفرج سبونسور كيقول لك راه هذا الشيء راه تشاف، وعاد هما كيدوزوا. واش هو التمثيل. حنا قرينا تعيينا ما عمرنا ما عرفنا هادشي. حنا خدمنا مع خدمنا مع الاهرامات ديال خدمنا مع الاهرامات تاع الفن، خدمنا مع 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 المرحوم حسن السقلي، خدمنا مع خدمت مع في مسرح الحي، خدمت مع السيد الحاج مصطفى الدسوكين، خدمت مع الحاج محمد الجم، خدمت مع انور الجندي، خدمت مع 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 فركوس، خدمت مع جبار الوزير، خدمنا مع علموناها، ما علموناش هادشي اختي. هادشي ماشي تعواج الفم وماشي تخسر الهضره وتيتيز والهضره ديال الزنقه واللي ناض كيعاود على 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 المراه المغربيه. اللي ناض في فكاهه كيسب المراه المغربيه كيمرمدها. حسن الفد راه فنان كبير، حسن الفد وحسن الفد حاشا واش تقارني مع هادو دابا اللي كاينين في التلفزيون. لا، حسن الفد راه من الاوائل، راه من جينيراسيون تا ولا من جينيراسيون ديالي. ابقى 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 بوحده مثلا ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وحسن الفد الا بقى راه كاين كاين. ماشي حسن الفد راه فنان كبير وكيحصل لنا الشرف حنايا من ديك لا جينيراسيون ديالو اللي كاين اللي كاين. اشنو بغيتي يحيدوا حسن الفد تا هو نقارضوا حنا كاملين؟ لا، خلي حسن الفد هز المشعل، لان هو اللي غيبقى هزو. اما تعولي على هاد لي جون اللي كاينين دابا هادو اللي كيعوجوا فمهم واللي كيقول لك تيتيز والهضره الخاسره، هذوك ما تعوليش عليهم. خلي اللهم حسن الفد يبقى هز المشعل ديالنا حنا. سحليفه انا ما عمل زوين، عمل مخير. واش سحليفه ماشي هو هذا المشكل، واش غتستمر هي ولا ما غتستمرش؟ اما البوز بوحدو اختي، البوز اي واحد يقدر يدير بوز، تعطيه التلفزيون يدير فيه ما بغى. بيني وبينك انا خايف عليها، انا خايف عليها. الدريه صغيره زوينه ذكيه، عطاوها هاد الاعلام كامل، عطاوها هاد الضجه الاعلاميه. غدا بعد غدا غادي هاد الشيء غادي يمشي، ما غيبقاش. تقدر الدريه يخرجوا عليها، يخرجوا عليها في قرايتها، ما تبقاش مشهوره، ما غاديش تبقى تتبع حتى شي حاجه. حيت المغرب هذا، لا ما كنكذبوش، المغرب هذا راه ماشي في اوروبا اللي غادي يتبعوها وتمو غادي معاها تتكبر وتبقى نجمه. راه ماشي مايكل جاكسون اللي كان عنده 10 سنين ومشهور حتى ولا. لا، هذه راه غدا بعد غدا تنسى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.